خلال 25 عاماً بلاسيدو دومينغو جعلها أمراً لا مفر منه، مسابقة الغناء الدولية والتي تجمع ككل صيف نجوم أوبرا الغد. مكان هذا العام هو أستانا، عاصمة كازاخستان. أنا فخور جداً بهذه الدورة وسعيد جداً بالاحتفال بمرور 25 عاماً على أوبيراليا. إنها الذكرى الفضية، أتمنى أن أستمر قدر المستطاع ومن بعد أن تواصل عائلتي أولادي وأحفادي إقامة هذه المسابقة. في هذه المسابقة السوبرانو الرومانية عادلة زهاريا فازت بالجائزة الأولى وبجائزة سارسويلا أيضاً، الأوبريت الإسباني الذي أثر بطفولة بلاسيدو دومينغو. إنها لحظة نشوة بعد أسبوع لا يعقل، لكنه رائع. أوقات مثيرة يتخللها الكثير من ضغط العمل والإجهاد أيضاً. أن أكون ضمن آخر 40 متسابقاً على النهائي أمر مهم جداً. لم يسبق لي المشاركة في أي منافسة. أردت أن أعرف مستواي مقارنة بالمطربين الآخرين ومتطلبات دور الأوبرا الكبرى والمشاهد المهمة. في فئة صوت الذكور ليفي سيغابان من جنوب أفريقيا هو الذي غزا لجنة التحكيم. اشتركت بأكثر المسابقات بلفيدير ومونسيغا كاباييه وغيرها، شعرت أن شيئاً ما كان مفقوداً في تطويري الغنائي، فقلت لنفسي لابد لي من قول أوبيراليا. هذا تينور آخر، الإيطالي ماركو سيابوني، تميز في فئة سارسويلا. الأفضل على المسرح هم ليسوا الأفضل من الناحية الفنية من وجهة النظر الرسمية، لكنهم يتميزون بشيء يدخل الجمهور في حالة من النشوة في هذه المسابقة. هناك مطربون في هذا النطاق. لأن الجمهور يصوت في أوبيراليا، أعطى أصواته للسوبرانو الكازاخستانية ماريا مودرياك والباريتون الكوري الجنوبي إيون كيم. المحكمون هم مدراء المسرح، لذلك فإنهم سيوظفون المرشحين بتأكيد. اليوم من الصعب جداً العثور على مسرح ليس فيه أحد الذين فازوا بمسابقة أوبيراليا أو ترشحوا للدور النهائي فيها.